الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم حلقات دروس اللغة الإنجليزية عام الدراسي الجديد 2022-2023. خلصنا من التو لسن 1 و 2، هنعلم التمارين بالكامل وعلى جمع الكلمات كده آخره كما نقضى لسن 3 و 4. بإذن الله خليكم معايا وتابعوني هتجدوا كل ما يسركم ويفيدكم إن شاء الله. فضلا ويسرا قبل بدء الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، تدعيم زر الجرس ومشاركة الكل حتى تصلكم من كل جديد، حتى تدعموني في مشروعات مطالعة إن شاء الله. كما أرجو عمل لايك وشير الفيديو لتصل أكبر عدد ممكن من الطلبة لكي يستفيدوا من هذه الشروحات التي أدعو الله عز وجل أن تكون مفيدة لكم ولهم إن شاء الله في المرحلة القادمة مع دعوات الطلبة من جميع الأنواع والتوفيق. بسم الله نبدأ من تو بسم الله فور وكابلري كلمات سينونيمز مرادفات أنتونيمز عكس وكوسات لانجويج نوتس لغات لغوية رايتنج سكيلز ومهارات كتابية. نبدأ إن شاء الله مع أول كلمة عندنا أو فعل، يعني appear verb فعل طبعا عكسه الأنتونيم بتاعه أو الأوبوزيت بتاعه disappear. appear الأنتونيم بتاعه والأوبوزيت بتاعه disappear. okay appear ده يظهر، disappear يختفي. okay appear فعل عكسه disappear الأوبوزيت بتاعه الأنتونيم بتاعه، يبقى appear يظهر disappear يختفي. okay النون منه appearance طبعا الأنتونيم بتاعه الأوبوزيت بتاعه disappearance. appearance disappearance. okay يبقى appearance disappearance دول nouns. okay من appear disappear. نقول معنى يا مستر appearance ده نوع معنى ظهور أو مظهر الشخص أو ظهوره مكان ما. طبعا الأنتونيم بتاعه الأوبوزيت بتاعه هو disappearance اللي هو اختفاء. okay يبقى الفيرب appear noun appearance، الفيرب disappear noun disappearance. ثاني الفعل appear الاسم appearance، العكس disappear الفعل الاسم disappearance. okay okay next word hope فعل واسم في نفس الوقت، أنا أمل أو أتمنى أو أمل، يأمل أو أمل. طبعا سينون بتاعه الوظيفة بتاعه desire، يبقى hope يأمل أو أمل معناه أو يرغب أو رغبة equal desire سينونيم بتاعه hope و desire، يبقى أمل يأمل ورغب ورغبة hope desire hope desire. next word في language notes هنا نقاط لغوية خاصة بالجرامر لكن بروز ليمت هي هوب ووش، يتمنى ويرغب اثنين مش كده، جنبهم تو انفينيتيف تو مصدر هوب وش بلس تو انفينيتيف او تو مصدر. اوكي بمعنى الاكزامبل بتاعنا I hope to join، I hope أو to join أتمنى أن ألتحق the university في الجامعة after finishing وانتهاء من secondary school مدرسة الثانوية. I hope to join the university after finishing the secondary school، أتمنى الالتحاق بالجامعة بعد انتهاء من المدرسة الثانوية. For example I wish to have a new villa، أتمنى أرغب أن يكون عندي فيلا جديدة. I wish to have a new villa to have wish to have. okay الفين دول جنبهم تو انفينيتيف. هوب بقى لوحده لو جنبه جملة، يعني جملة فاعل وفعل subject to verb، يبقى الفعل بتاعه will infinitive will ومصدر. okay خلاص هو infinitive means مصدر، يبقى hope فاعل والمصدر بتاع طبعا اسمه أو ضمير، الفعل اللي جنبه will ومصدر. okay will infinitive. الاكزامبل بتاعنا we hope our national team will win the next match، نتمنى فريقنا القومي يكسب المباراة القادمة. أنا عشان تيم ده الفعل أهو subject بتاعي، بعد كده عندنا will win the next match، يبقى we hope نتمنى our national team فريقنا القومي
ويل وين، ذا نيكست ماتش. ما فيش اناشونال تيم يبقى تو وين زي اللي فوق. في فعل يبقى اول ان فعل. ويش دي بقى مالناش دعوه بيه، ويش فيش فعل يبقى تو مصدر خلاص. هو بقى ما فيش فعل يبقى تو مصدر، في فعل يبقى ويل مصدر. اوكي مفهومه واضحه مش محتاجه. برضه اللي محتاج حاجه يكتب في التعليق لو سمحتوا، قولها له مره ثانيه ان شاء الله. اللي فهم يزداد فهم، اللي ما فهمش يفهمها ويذاكرها ثاني ان شاء الله. نكست. عندنا صيغه اسمها امين، نرجع تاني الكلمات بعد. نستخدم النصوص دي نرجع الكلمات. في صفه اسمها اميزنج، دي ادجكتيف، وطبعا طالما بتنتهي بالاي ان جي بتوصف ايه؟ بتوصف شيء او something غير عاقل. اوكي معناها مدهش او مذهل، شيء مدهش او شيء مذهل. اميزنج 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 ماتش، ماتش مدهش او ماتش مذهل. اميزنج فيلم. اوكي اميزنج كارير، مهنه مدهش او مذهله. منها بقى اجي الثاني بس اسمه اميزد اي دي، خلاص حفظنا اي دي توصف ايه؟ someone شخص عاقل، برضه اجي تفصل. اميزد معناها ايه؟ ايوه مندهش او مذهول الشخص بقى. اما اميزد اما اميزد اوف ذا كير تاور، مذهول بايه؟ برج القاهره. اما اميزد اوف ذا بيراميدز، بالاهرامات مذهول بيها مندهش بيها كده. او ذا بيراميدز بقى يبقى زميل صار ايه؟ انا اميزنج مندهشه ومذهله توصف الاهرامات. اوكي خلاص يبقى ان جي ادجكتيف توصف غير عاقل، something اي دي ادجكتيف توصف someone توصف عاقل. اوكي نكست ويرد. من اميزنج بقى اميزد عندنا اميزمنت ناون، اميزمنت اميزمنت ناون معنى دهشه او ذهول. اميزمنت ناون معنى دهشه او ذهول، اميزمنت اسم معنى دهشه او ذهول. نكست ويرد اميز بقى فعل، مش المنت يبقى فعل، حتى المنت بقى اسم. أميز ده فيرب معناه يدهش أو يذهل. أميز يبقى في أميز، أميزد، أميزنج، أميزمنت كده. أميز أميزد أميزنج أميزمنت، أميز يدهش، أميزمنت دهش ذهول، أميزد مندهش، أميزنج مدهش أو مذهل. أوكي نكست وورد أميزنج ورك أو غير عاقل أو عمل شغل أو أعمال. أميزنج ورك ده عمل إيه؟ مدهش أو مذهل. Okay, amazing work, something else. Okay. And then بعد كده verb فعل اسمه organize. Organize. كثير منا عارفينه احتمال. Organize ده verb أو فعل معنى نظم. Organize. Verb أو فعل معنى نظم. Organize. منه noun اسمه organization. الصفة الأول. Organized. ED. Organized. The adjective معناها إيه؟ منظم. شخص منظم. Okay, organized, organized. منها organization noun اسم، اسم معنى ايه؟ منظمة أو هيئة. يبقى organized, organized, organization. كانت حفظها بسهولة جدا أهو. organized عليها ايه دي؟ بقت صفة. عليها ation بقت noun. organized فعل معنى منظم، صفة معنى منظم organized، اسم معنى منظمة وهي اسمها organization. organized. Organized organization. Next word. Cold. Cold is summer. I am cold. He is cold. Mr. Ahmed. He is cold. Ali. You summer Ali. Like a cold. Okay. You have to add the next word. Lay. He based in. Based in the. مقر الشركة. مقر العمل. مقرها مقرها. مقر المصنع. مقر الهيئة، مقر الوزارة، based in، المكان اللي هي فيه يعني، based in، okay؟ based in، يبقى based on، based on دي قائمة على، أو مؤسس على، فالف معنى واضح أهو، based in، مقرها أو مقره، مقر الشركة أو المصنع أو الشيء، مكانه يعني، based on قائمة على، الأساس بتاعه قائمة على كذا، okay؟ based on. Next word، nearby، nearby. دي المجاور أو القريب. نيربي جنبنا. ماشي؟ كي؟ نيربي. Next word. نيرلي بقى بص بدل بي واي بقت ال واي. معناه إيه؟ تقريبا.
نيربي قريب من أو مجاور. نيرلي تقريبا. All the students are present. كل الطلبة موجودين. نيرلي تقريبا. Okay. غير نيربي قريب أو مجاور لي. يبقى نيرلي ونيربي. بي وقال لي بس اللي فرق بينهم. Okay. طب فرقت في المعنى أكيد كثير. نيربي قريب من مجاور. نيرلي تقريبا. Next word. Near equal close to. يعني دول synonyms. مضافات. ممكن ايه كان ريبليس ايتش اذر حط مكان بعض في الجمله نفس المعنى بس نير مفيش حرف جر كلوز جنبها تو معناه قريب من نير وكلوز تو قريب من ده ظرف مكان نير وكلوز من كلوز تو ذا سكول او ماي سكول از كلوز تو ماي هاوس تو ماي هوم سو اي جو اون فوت بروح ماشي او نير ماي هاوس سو اي جو اون فوت اوكي كلوز تو او نير. Next word. Near. أيوة. الأوبوزيت بتاعها far away. يبقى الأنتونيم بتاعها. للأسف الأنتونيم بتاعها. الماضي بتاعها. close to. عكسها far away. الأنتونيم بتاعها الأوبوزيت. Near قريب من far away بعيد عن. Near و far away. Near. الأوبوزيت far away. Near الأنتونيم far away. Near العكس بتاعها far away. قريب من وبعيد عن. Okay. Next word. Aim of, aim of, هدف, هدف. The aim of the new school, المدرسة الجديدة, is to serve the region, تخدم المنطقة اللي هي فيها. Aim of. Aim at verb برضو معناه يهدف إلى. فعل معناه يهدف إلى. فلنقول aim of, the aim of كذا, لكن دي aim at يهدف إلى. نقول aim at joining the university, كلنا نهدف دخول الجامعة. طب الجامعة أي مات أو أم تو هذا أو تو سؤال أت أقوى طبعا أوكي أت أقوى أي مات تنفع تو طبعا مش هو لازم يبقى تو. Next word a goal goal هدف 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 في المرمى في الحياة يبقى أيم ده أوكي في المرمى goal score a goal يحرز هدف هدف في الحياة ما أيم in life مش مجموعة أو مجموعة الله تمشي شغال بس أقوى هدف في المرمى سكور أقول يحرز هدف مفيش سكور أين بقى أوكي سكور أقول يحرز هدف هنا عندنا local people residents مقيمين السكان المحليين أو مقيمين في المكان local people equal residents يبقى دول synonyms مضيفين لبعض local people و residents مقيمين أو سكان محليين Okay, local people, residents, residents, local people. Okay, next word. أيوة. Protect, verb, معنى يحمي أو يقي. Protect, verb, فعل, يحمي أو يقي. Protect, protect. Okay. With heavy clothes, ملابس تقيلة. Protects us, تحمينا. From cold, من البرد. Heavy clothes, protect us, from cold, تحمينا من البرد. تغير من البرد. Okay. Protect. في منه بقى protect ده في منه noun. اسمه protection. الله هو إني بس. Protection. اسمه أو noun. معنى الحماية أو الوقاية. Protect. يحمي يقي. Protection. حماية وقاية. Protect. Verb. يحمي يقي. Protection. Noun. حماية وقاية. Protect. فعل. يحمي يقي. Protection. اسم. حماية أو وقاية. Next word. Are there all livestock? قلنا لايف ستوك دي معناها الماشية. تقول لايف ستوك بتاعتهم الخاصة بيهم. التي يمتلكونها بتاعتهم ملكهم اون يمتلك. اون لايف ستوك الماشية الخاصة بهم التي يمتلكونها. اوكي؟ دير اون لايف ستوك. اون لايف ستوك. لايف ستوك طبعا ماشية. اون لايف ستوك الماشية الخاصة بيهم. واون روم اوضتي بتاعتي. اوكي؟ مش شغالي. نيكست وورد reduce the verb equal decrease يعني دول ايه synonyms مضيفين بتقعد في المعنى يعني كان replace each other يتحط مكان بعض في الجملة reduce equal decrease يقلل يخفض reduce decrease طب reduce عكسها ايه ايوه الانتونيم بتاعها او اللفظ بتاعها increase reduce عكسها increase
العبوزية بتاعها increase verb معناه يقل أو يقلل، increase بقى يزود أو يزداد. يبقى reduce equal decrease، يقلل أو يخفض. reduce العبوزية بتاعها increase، يقلل أو يقل، يزود أو يزداد. واضحة؟ reduce decrease، reduce increase. أوكي؟ أوكي. Let's move to the next word. Reduction, that noun. Another best I want, but noun. Reduction, noun, معنى تخفيض أو تقليل. Reduction, reduction. Reduce the reduction. Decrease the increase. Okay? Okay. طيب. Next word. Kill. كنا عارفين طبعا نفر. معنى يقتل. Equal murder. And what synonyms are defined? Kill, murder, يقتل. Murder, وكل. Kill, يقتل. عارفين كلنا تقريبا. Kill, murder. Okay? كان عندنا ايوه. Killer, والله بس ER. بقت murder برضه ER. معنى قاتل. شخص بقى. بكل killer, murder, murderer. Okay? Verbs, nouns. أفعال, أسماء. Kill, murder, فعل, يقتل. Killer, murderer, قاتل. Nouns, أسماء. Next word. Killing, but noun, معناها murdering, القتل. Killing, killing and murdering, ing, killing, murdering, القتل. Next word, cattle, noun, uncountable, اسم ايه؟ لا يعد. يعني هو ايه؟ بتاعه it. ينطبق على it، ينطبق على كلمة cattle، أو اسم لا يعد. يبقى cattle معناها ماشية، اسم لا يعد أهو. Cattle is مش are. Cattle was مش will. Cattle has مش have. Cattle becomes مش become. طيب هذه ليس زيد بالضبط. يعني هي it نعتبرها it. Cattle أي اسم لا يعد معناه it. Cattle noun uncountable اسم إيه لا يعد. Cattle. Villagers. Villagers دي سكان القرية. القرويين. Villagers. Villagers. Village القرية مش كده؟ Villagers قرويين أو سكان القرية. Villagers. Next word. Go missing. Go missing. The verb معناه يفقد، يضل الطريق. يفقد أو يضل الطريق. Go missing. Go missing. They go shopping as a تسوق. Go swimming as a السباحة. Okay. Go diving as a الغوص. إلى آخر. Next word. Attack. Verb و noun. Verb يهاجم، noun هجوم. فعل واسم، فعل يهاجم، اسمه هجوم. اتاك، اتاك. اوكي، اتاك. برضه عارفينها من الافلام برضه. اتاك. اوكي، اوكي. كده عندنا next word. worry about the verb فعل. worry about. worry about the verb فعل معنى يقلق على. worry about. worry about. اوكي، worry about. verb يقلق على، فعل يقلق على، ما حرف يقلق about. ويقلق بس. حرف يرتاه هو about. كيف عشان نقول الأخطاء. worry about. في النصوص اسمه worried about. worried ده شخص طبعا قلق على. adjective صفة. worried about قلق على. worry about ده فعل يقلق على. worried about adjective أو صفة قلق على. worry about worried about. okay. worrying ing adjective برضه. يبقى دي شيء ايه؟ مقلق أو مزعج. worrying مخلف أو مزعج. يبقى worry about, worried about, worrying إلى آخره. worry about فعل يخلق على. worried about adjective قلق على. worrying adjective صفة معناه مقلق. next word. miss. verb noun. miss. miss. verb يفقد. noun يفتقد. I miss you. وحشتني. مفتقدك. miss. okay. miss. يفقد. يفتقد. okay. بعد كده missing adjective صفة ضايع مفقود. miss something is missing. be missing ضايع مفقود. okay. next word. missed ده يفتقد بقى. ده اي دي يفتقد. انت وحيد. missed you very much. وحشتني جدا يعني. okay. missed. missed. next word. lose. lost. lost ده فعل طبعا. ده ماضي ده التصرف بتاعه. lose, lost, lost. lose, lost, lost. okay, okay. يفقد، يضيع. he lost his pen. ضيع قلمه.
I lost my wallet. بعد ما حفظت I lost my passport. بعد الباسبور بتاعي. Lose, lost, lost. Next word. Be lost. Adjective معناها مفقود. My wallet is lost. محفظتي مفقودة ضايعة. Is lost. Okay. Be lost. أم يزار مزول طبعا زمن زمن الجملة. Okay. Next word. Employ. هذا فعل جميل جدا. كل وظيفة لها ترجمة. Employ. Verb معناه موظف. Employ. Employ. هاتنا بقى أي هنا دبل إي. بقت إيه؟ Employee. Employee معناها موظف. Employ. موظف. Employee موظف. طيب. Employ برضه حطينا إي آر. بقت Employer. بقى صاحب العمل. حروف بس تدخل بس Employ. ده الفعل الموظف. دبل إي بقت موظف. Employee. إي آر Employer صاحب العمل. Employee. Employee. Employer. Employ. Employee, employer. Okay. موظف, موظف, صاحب العمل. Next word. Employment. Employment بقى ايه? Meant employment. بقت نوع معنى ايه? توظيف. Employment. Employment. نوع معنى توظيف. Employment. Employment. Okay. Next word. Unemployment عكسها. يعني unemployment البطالة. يعني unemployment البطالة. Employment توظيف. وان بس. I'm dead in the office بالعكس. وانا not. Okay. Employment توظيف. Unemployment بطالة. قبضنا. Employee موظف. Employee موظف. Employer صاحب العمل. Employment توظيف. Unemployment البطالة. وده مفيد جدا في الترجمة بتاعتنا إن شاء الله. The next word. Understand. Verb. الأنتونيم بتاعه. الأوبوزيت بتاعه. Misunderstand. Understand. Misunderstand عكسه معناها يفهم دروسه يفهم دروس understand يفهم دروس بتاعته misunderstand يصير فهم شخص okay understand misunderstand ودي understood طبعا طب الـ ودي على طول بعدين طب الـ misunderstand misunderstood understand understood understand يفهم misunderstand يصير فهم next word realize برضو فعل معناه يفهم بدأ يفهم ما حوله من الحياة. إبعد تظهر سانش في أنا أفهم كل حاجة. بدأ يدرايز everything. كل ما يدور حوله أفهمه. أوكي؟ يبقى أندرستاند يفهم الدرس. يدرايز يفهم ما حوله من أمور الحياة. يفهم كل حاجة من الصغير. إذا ما أنا يدرايز بالضبط. أوكي؟ عشان أنا بدروس. دروس يبقى مثلا يبقى أندرستاند. بس أندرستاند دي يختار يعني يسيء فهم شخص. مثلا أندرستود مين؟ أسألت فهمي فهمتني غلط okay. Realize يفهم ما حوله من أمور الحياة okay. لازم أعرف تكتب بالإس أو بالزد صح لازم بالإس وبالزد Realize okay. بعد كده next word Skills Skills أخذنا يمكن قبل كده نون أو اسم معناه مهارة Skills أو مهارات من إس الجامعة Skills مهارات Skills okay. Need. Need يحتاج طبعا. Needed بقت adjective بقت صفة. Needed مطلوب. أو مطلوبة. Information needed. المعلومات المطلوبة. محتاجينها يعني. طب دي need بقت فعل معناها احتاج. و I need حاجة. احتياج إلى. يعني اسمه فعل. Needed مطلوبة. Next word. أيوة. Monitor. Monitor. Verb جميل جدا. معناه يراقب. قاعد على الشاشة بيراقب الحاجة. Monitor. Monitor. Okay, monitor الراقب verb فعل monitor الراقب okay next word أيوة move move فعل يعني يتحرك touch move في الشيس في الشطرنج الناس يحركوا move واضح طيب move in أو to يعزل ينتقل لمكان لمنزل شقة جديدة يعزل يعني يعزل البلد move in أو to Okay. طيب movement بقت noun movement movement تخلي الفعل اسم movement مش كده شلناها الاسم بقت تبقى فعل اي كده اي حاجه كده movement اسم شلنا منت بقت فعل او فعل منت بقى اسم move يتحرك movement الحركه او الانتقال okay movement يبقى move move in or to movement
move, move in to movement. Next word, hunt. Hunt ده فعل معناه ايه؟ يصطاد. hunt يصطاد حيوانات طبعا قلناها قبل كده. وفيش يصطاد سمك. hunter بدي اربع صياد. hunt يصطاد، hunter صياد، حيوانات برضه. hunt يصطاد، hunter صياد. hunt verb فعل، hunter شخص، someone who hunts، شخص بيصطاد. hunt to hunter. next word a party noun مجموعة. بارتي مجموعة أصدقاء أو حزب أو حتى تنفع حزب بعض. نفس الكلمة بارتي مجموعة من أصدقاء أو حزب. بارتي. Okay. Next word. شو هذا بقى؟ Language notes. خاصة بالجرامر. مكتوب في الوحدة. مش موجود الجرامر بتاع الكتاب مفروض فيها. Stop. يتوقف. جنبها إيه؟ جرن. يعني جرن فعل عين شيء. يتوقف عن عملي نشاط معين. أو المثال هو they stop hunting parties. توقفوا عن صيد إيه؟ صيد مجموعات من الحيوانات. They stop hunting parties. Stop hunting. Okay. طب في stop to infinitive. Stop to مصدر. Stop to مصدر إمتى؟ Stop to مصدر إمتى؟ لا حد فاكر. والتاني stop to مصدر لما يكون توقف لهدف معين عشان اعمل حاجه معينه. توقف لكي. اوكي بس توقف مصدر. زامبل بتاع المثال بتاعنا. On my way home I stopped to buy some bread. On my way home I stopped to buy some bread. وقفت عشان اشتري شويه خبز. في طريقي للمنزل. On my way home في طريقي للمنزل I stopped توقفت to buy لكي اشتري some bread بعض الخبز. طبعا ده الهدف ان هو يشتري خبز. اوكي عمل النشاط يبقى stop hunting stop studying المذاكرة. اوكي اوكي مفهومة. next word biology. biology noun او اسم بمعنى الاحياء. عندنا biology كلمة معروفة biology. انا باي سيتي بقى بيولوجيست بقى عالم احياء بيولوجيست. سيتي دي كانت وظيفة من اسم بيولوجي احياء بيولوجيست عالم احياء. Okay, next word. Sense of responsibility. Sense of responsibility. أحساس بالمسؤولية. Sense of responsibility. أحساس بالمسؤولية. Sense of responsibility. Sense of responsibility. أحساس بالمسؤولية. Next word. Make sure يتأكد. شو لوحدها متأكد صفر. الله ميك بعد فعل. Make sure يتأكد من الشيء. Make sure. يعني make sure. next word safe. safe دي صفة معناها آمن أو آمنة طبعا حسب الاسم بوصفه. safe safe. okay next word safety but noun اللي هي ty safety الأمان safe آمن safety الأمان safe noun أو آسف safety noun يصفى ده اسم safe safety. okay next word as well as بالإضافة إلى as well as دي بالإضافة إلى دي ليها قصة ظريفة جدا. دي جنبها noun أو gerund جنبها اسم أو فعل ing كده. as well as noun أو gerund اسم أو فعل ing. إزاي مثل example بتاعنا he always gets high marks دايما بيجيب درجات عالية. as well as doing activities doing جرن ING من إيه بالإضافة إليه مؤسسة أنشطته مش كده مؤسسة أنشطة يعني رغم الذاكر وبيعمل أنشطة في نفس الوقت. as well as doing activities doing okay جرن دو فعل ING أو ضم التاني as well as جنبها فاعل as well as subject to فعل تمام اوكي يبقى فعل وفعل خلاص سهل. طب امتى كان ده بقى ايه؟ ايوه يناسب الفعل الاول. يجي الفعل هنا حسب الفعل ده الاولاني ده من الفعل ده يناسب الفعل ده يناسبوا بعض مش طالب الفعل ده خالص. اوكي فهو موجود في الجملة. for example بصوا I as well as my wife born in the same month تولدت نفس الشهر.
كده؟ طب يا ترى بون ولدنا وعز بسم في الماضي يغوز يا وير، مش كده؟ طب يا ترى تغوز ولا وير؟ يعني اي ولا ماي وايف؟ تبقى اي ووز، اي واز ماي وايف ووز بورن ان ذا سيم مانث. وير از ام، نختار بينهم طب تروز، مش كده؟ مش بقى انا وزوجتي الاثنين وير، لا از واز ماي وايف ووز بورن ان ذا سيم مانث، علشان اي حتى لو هنا جمع شيء وده بوظ. The way and the sister, or as well as the sisters, you were born. Okay? The boys, as well as their sister. Boys, you were well born. As of this, I هنا تبقى was. يبقى I, فعل أهو, as well as I, فعل تاني my wife أهو, I, as well as my wife, فعل نسب إيه نسب I, الجملة دي. يبقى was born. وكان طبق ده على أي جملة. سهلة ولد، واضحة جدا، مش محتاجة كلام. Next word. Words for jobs and in ICT. The biology, biologist. يعني تنتهي بـ ICT، تنتهي بـ ICT في الآخر. For example. Biology, biologist. Art, artist. ICT. فن، فنان. مش كده؟ ساينس ساينتست، علوم عالم. ساينس ساينتست، علوم عالم. مظبوط، سهلة سهلة. بيولوجي بيولوجيست، علم أحياء. آرت فن، آرتست فنان. ساينس علوم، ساينتست عالم. أوكي فين نسمي التنس تاني؟ معلش، ده عبارة عن إيه؟ سداي انفينيتيف وزاوت تو، يعني قلنا مصدر من غير تو. يعني ايه؟ يعني تو جو، جو هنا مصدر، ليه؟ لجا بعد تو. لو شلنا تو هتبقى جو، فبريزنت سمبل. اوكي سهلة جدا. وبعدين اكسبريسز افكت ورا هابن، يعبر عن ايه؟ حقيقة او عادة، حقيقة على ثابتة دايما، دي ناس كتير بيعملوها. افكت ورا هابن من المعنى اهو. بدي يجي فور اكزامبل، دكتورز تريت سيك بيبل، اطباء بيعالجوا المرضى. دكتورز تريت سيك بيبل، يبقى تريت ده مضارع. ليه؟ الجمله بتتكلم عن فاكت، العين بيروح فين؟ الدكتور. دكتورز تريت سيك بيبل، بيعالجوا الناس المرضى. المشهور بتاع كمان، ذا سان رايزز ان ذا ايست، الشمس بتشرق من ايه؟ من الشرق. اند سيتس ان ذا ويست، طار من الارض، حقيقه ثابته دايما، امبارح والنهارده بكره على طول الزمن. يبقى فاكت اهي. Egyptians drink tea in the morning. المصريين بيشربوا شاي في الصباح. عادة ناس كتير جدا متعودينها. ناس كتير قوي بيعملوها دي هابت. يبقى في فاكت وفي هابت. Tea to drink. المضارع المصري في فاكت ودي في هابت. دي فورة طبعا حقيقة. دول عبارة ايه؟ عن هابت، عن عادة. طب انا جملة عشان ترجمها. مش عارف اذا كانت ولا عادة. صح؟ قال لي في keywords، كلمات بتدل على مضارع بسيط بقى. لو انت جمله اعمل فيها مضارع بسيط، يعني ايه فعل في المصدر من غير ايه؟ من غير تو. زي الكلمات دي يا مستر، usually عادة، always دائما، often غالبا، sometimes احيانا، generally عموما، rarely نادرا، scarcely نادرا، every كل. طبعا every دي جنبها ظرف زمان، يعني every morning كل صباح، every year كل سنة، every summer كل صيف. هي وظرف زمان أو الجملة خالص أو في آخرها. ونحن نقول إيه؟ at one end of the sentence، تحت طرفي الجملة هم إيه؟ يا بدايتها خالص أو آخرها خالص. يعني every morning we go to school، لو خالص هي، أو we go to school every morning، الأخت خالص هي. يبقى في usually، always، often، sometimes، generally، rarely، scarcely، every. ممتنة عشان معاني، usually عادة، always دائما، often غالبا، sometimes أحيانا، generally عموما، rarely نادرا، scarcely نادرا، every كل. كلمة من دول عامل فعل مضارع بسيط أكثر، مضارع بسيط. أوكي؟ أوكي. طيب الكلمات دي. أيوه، the above mentioned words. كلمات المذكورة عليه. كلمات دي يعني.
above mentioned words هي الكلمات المذكورة عاليا. كلمة usually, always, often, sometimes إلى آخره. من ها؟ Are you standing? فين يا مستر؟ أيوة. After, بعد. Am is are. And before in other verb. قبل فين then. يبقى am is are بعد كم من دول. After بعدهم. أو قبل أي فعل غير دول. قبل غير am is are. Okay. Okay. يبقى بعد am is are وقبل أي فعل are. For example. أبصوا. He is always late. He is always. أو بعد is. After is. بعد is. He is always late. But when he comes, he always comes late. He always loud and then he comes before. He is always late. He always comes late. قبل is as بعد is. وقبل comes. يعني بعد am is are. وقبل أي فعل are. Okay. طب الحاجة الثانية. نفيها النيجاتيف فورم بتاعها النفي بتاعها بتاع كلمات اللي هو دي برضه هو ايه نيفر عشان لو هنا نيفر طب هيز اولويز ليت نفيها ايه هيز نيفر ايرلي اهو هو ما بيجي بدري لما بيتاخر هو ما بيجي بدري طب هي اولويز كومز ليت نفيها ايه هي نيفر كومز ايرلي هو ما بيجي بدري نفس الشغلانه نكست برضه لو نيفر بيخرج الجمله خالص وده نبيع الجمله ايوه يا جماعه صيغه سؤال شكل سؤال يعني ايه يا مستر شكل سؤال يعني ها يعني فعل مساعد اوزلري يعني فعل مساعد اوزلري وبعدين سبجكت فاعل وانفنتيف مصدر ونيفر مساعد فاعل مصدر تاني نيفر فعل مساعد فاعل مصدر فوق الجمله خالص يبقى فعل مساعد وفاعل ومصدر اوكي فعل مساعد وفاعل ومصدر فور اكزامبل يعني لما نقول is never early أعملها إزاي في الأول؟ تبقى never is he مظبوط is الأول أهي وبعدين he مظبوط طب he never comes early يبقى never comes إزاي؟ عليه السبب does he come أي never does he come never does he come early أوكي؟ سهلين برضه مش فاهم حاجة ولا تكتب في الإيه؟ في التعليق اشرحها لك تاني من عينيا. اوكي؟ كمل معاه الورق البسيط. الفيرم فورم بتاعه الاثبات بتاعه مع اي وي يوز اي يعني اي او وي او لو قلت اي المال مثلا انا واخوي احنا او يو انت انتم انتن زي يعني عند احمد مثلا اجيب فعل مضارع بسيط مصدر غير اس غير حاجه خالص فيزيت go carry play إلى آخره طب لو ما هي شيت شو بات فيزيتس اس حطينا اس ما هي شيت ضربت عليه علي اس بات جوز يس طب ليه اس يا مستر ديو انت يبقوا امتى ثاني اس طيب اس اس زي باس باسز طيب اس اتش زي فينش فينشز طيب سي اتش زي واتش واتشز طيب اكس زي ميكس ميكسز وده حط له ايه؟ يس. طب كاري اخرها واي قبلها ده حرف ساكن متحرك لا ساكن اشيل واحد مكان ايه؟ اي اس. طب لو متحرك زي بلاي اللي هي متحرك اهي بلايز اس فقط. اوكي؟ طبعا في خمس حروف متحركه في الانجليزي. اي 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 او يو يعني اي 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 او يو. اي حرف تاني غير دول يبقى حرف ساكن. وقبلها ساكن تبقى اي اس تحرك يبقى عليها اس بس وتشيل زي ما هي اوكي يبقى من غير اس هو اس اي وي يو زي يبقى من غير اس هي شيت يبقى بس ده البساطه ده الاثبات بتاعه طيب النفي بتاعه نيجاتيف فورم بتاعه النفي بتاعه مع اي وي يو زي من غير اس يعني يبقى دونت هو مصدر دونت انفينيتيف طب اللي بس مع شيت يبقى دونت انفينيتيف دونت مصدر اوكي زي دون مصدر اي شيء تبقى دون مصدر for example we don't play we but don't we don't play football every day بشكر كل يوم طيب بعد she doesn't like she doesn't like watching TV okay الـ question form سؤال سؤال الاستفهام تبقى ايه قلنا
فعل مساعد I we you they قبلهم do بعدهم infinitive مصدر he said قبلهم does بعدهم infinitive بعدهم مصدر ترتيب ده كده okay شو examples بصوا when you often go to school انت غالبا بتروح المدرسه يبقى في هنا ايه often يبقى في السؤال ده ايه مضارع بسيط صح يبقى go مش جوز ليه الانفع بتاع يو مظبوط طب ده سؤال يا مستر الانفع بتاعك ايه يو ابص كده فوق يو يو معاها ايه هنا يو اهي السؤال يبقى دو يبقى when do you often go to school اهو فعل مساعد فعل مصدر when do you often go to school الضمير اللي بعده بصوا when your father usually go to work usually برضه الموضوع بسيط صح؟ الفاضل يبقى عليه يس انا بس ده سؤال سؤال الفاضل يعني ايه؟ انا مين في دول ولا دول؟ الفاضل ابوك يعني هي هو يبقى داز يبقى وين داز الفاضل يجري من دول؟ بكل بساطه اوكي؟ انا تبني تفكيري انا نفسي بحل ان شاء الله بحل صح وين داز الفاضل يوجوالي جو تو ورك اوكي؟ اوكي برضو we are not to use the very simple instead of the future هنستخدمه بدل ايه بدل المستقبل امتى ايوه to talk about verbs in a schedule افعال في جدول time table جدول معيد ثابته time table مش كده جدول معيد ثابته اوكي على سبيل المثال نعم يلا معي السبت عادة بصبر الوصول عادة يعني مش على طول مش دايما اوكي اوكي طيب ما برامج التلفزيون تي في بروجرامز مع الفوتبول ماتشز ماتشات الكورة معادة ثابتة البارتشر السفر كورة ارايفلز او وصول درس الليسون بتاع بعده ثابت كل اسبوع ساعة كذا كونفرنس المؤتمر هيبدأ ساعة كذا المؤسسة برضه محل هيفتح ساعة كذا ويفتح ساعة كذا المتحف إلى آخره بعده ثابت الصبح بعد الظهر اوكي المباراة التلفزيونية ماتشات الكورة وعيد سفر الوصول الطائرات والمؤسسات إلى آخره يعني مع البلين الطيارة معادها ثابت تقلع وتهبط شيب السفينة بتسافر الباص ده السوبر جيت ترين اسكندرية واسطول الكلام ده كله فيلم بعد سام ذا ماتش مباراة ذا كونفرنس المؤتمر ذا ميوزيوم المتحف ده معدة ثابتة الأفعال بتاعتها إيه؟ ستارتس يبدأ معدة ثابتة برضه فينشز ينتهي بيجنز يبدأ أوبنز يفتح كلوزز يقفل أندز ينتهي دونت ستارت لم يبدأ doesn't finish لم ينتهي حتى الساعة كذا ينفي بيه بدصن مش كده؟ اوكي مفهومة؟ حتى دي مفهومة طبعا كانت المعيد ثابتة غيرش مع الأفعال دي اللي تيجي معاه ده طبعا معاه تكس اوف ولانز تقنع وتهبط معروفة بعد ليفز يغادر ريشز يصل إلى آخره ستر دي معناها إلى آخره نكست بص ذا بلين او ذا ترين طب ذا بلين تيكس اوف تخلع او لاندز تهبط ده مع البلين مع الطياره طب ذا ترين او ذا بلين الاثنين ليفز هيغادر هيمشي ريتشز هيصل ارايفز هيصل ات 6 الساعه 6 تيكس اوف يخلع لاندز يهبط ليفز يغادر ريتشز هيصل ارايفز هيصل اوكي another example the lesson that starts or finishes يبدأ وينتهي at 8 الساعة 8 أو هيبدأ in an hour في خلال ساعة بس هو starts or finishes okay معاده ثابت كل يوم اثنين ناس عندنا درس بآخره next the program البرنامج doesn't start لم يبدأ doesn't لم ينتهي doesn't finish doesn't end لم ينتهي تبدأ نكروه حتى الساعة 9 okay طيب
ميوزيوم متحف، ما عنده سابت الصبح بعد الظهر، هو اوبنز ات 10 يعني بس الساعة 10، بيخلص فيها في الايه؟ على 6 بي ام الساعة 6 مساء. ما عنده سابت برضه متحف، هي حكومية وانتم ثابتة. اوكي؟ طيب. وزن تسمر مثلا المبنى بيقول تعليل النار البسيط. المبنى بيقول يبقى ايه؟ يعني فعل اتعمل ما عملش. عند الفعل اتعمل، يشاهد، يلعب، يرى، يذاكر، الى اخره. اوكي؟ مش هنا بس بسم مبني مجهول. ازاي اعمله؟ يبقى ام يظهر تصريف ثالث. ام يظهر تصريف ثالث يعني ايه؟ بصوا نيو سكولز افري يير، كل سنه. ده زياده ايه؟ بتبني ولا بتتبني؟ لا بتتبني، يبقى ده بسم. طب مضارع بسيط عشان يبني، مش كده؟ المضارع بسيط، يبقى ام يظهر تصريف ثالث. سكولز ام يظهر ار، سكولز جمع زي، يبقى ار. يبني بيلت، تبقى بيلت، مش كوز ار بيلت. ابصوا بيلت از بيلت ار بيلت، اختار بقى. تمام؟ طبعا يا بيلت يا از بيلت ار بيلت، ده ماض ما ينفعش، عايز مضارع. يبقى ده او ده او ده، ده مضارع عادي يبني، ده يبنى او تبنى. طب سكولز المدارس، طبعا مضارع عشان ايفري. سكولز المدارس تبني ولا تبنى؟ تبنى، ولغيت بيلد ولغيت بيلت. ناس ايز بيلت وار بيلت، اتنين بس، اتنين تبنى. صح؟ طيب يعني ايه سكولز؟ مدارس يعني ايه؟ يعني زي، يبقى ار بيلت. سكولز ار بيلت افري يير، كل سنة. اوكي؟ اوكي. نيجي بعد كده لورك، فيرب وناون، فعل واسم. ورك يعمل وعمل او اعمال، مظبوط. وهي برضه ايه في الاخر؟ لان اسم ده يعد من عمل او اعمال. اوكي؟ سواء عمل او اعمال تبقى ايه؟ زي انفورميشن، معلومات، بس برضه انفورميشن ايه؟ نيوز، الاخبار برضه ايه؟ ما يعد. اوكي؟ طيب عندنا هي وركس او شي وركس او ذي ورك، هو يعمل، هي تعمل، هما بيعملوا. طبعا هي وشي معهم هي حطينا اس، زي ما فيش اس كده. طيب ناون يعمل، تعمل، يعملون، يعمل، تعمل، يعملون. ناون بقى يبقى هيز ورك عمله هو، هير ورك عملها هي، ذير ورك عملهم او عملوا، عملها، عملهم. اوكي؟ اوكي. طيب بارت ورك تاخد دو مش ميك، يعني دو ورك دي وادي عمل او يقوم بعمل. دو ورك، اوكي؟ دو ورك يقوم بعمل او يؤدي عمل. اوكي؟ Thank you very much for listening to me. شكرا على صوتهم ليا. Wish you all the best of luck. اطلب الحظ ان شاء الله. طبعا ان شاء الله الحصه الجايه نحل تمرينات على اللي احنا شغالين النهارده، ده الثلاثه واربعه مع بعض ان شاء الله. الورك بوك، كتاب الطالب، واذا كان في كتاب خارجي ولا حاجه نحلها مع بعض. انتظروني، ده يكون جديد مفيد. طبعا كلنا دلوقتي اشتركنا في القناه، دوست على الجرس وعلى كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ما وصلش يا ولاد اشتركوا لو سمحتوا، شجعوني على اشتراك المطالعه ان شاء الله. ومعلومه عامه لايك في الفيديو، هتفيدني انه اكبر عدد ممكن من الطلبه حتى يستفيدوا من الشروحات التي يدعو الله عز وجل ان يستفيدوا من الشروحات. دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. نقدم تلميذ جيد من شهود بس الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.